عندي طاقة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خرج الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. بينا شباب البوم. الرمش له فيا يا حي من جانا ويا زينها من جيا، نمد لك يا ضيف فنجالنا عالكيف، بيوتنا بيتك جيت بشتاء او صيف. خليك من الفطور الحين، وراك ما لبست طقم المنتخب. انا اليوم اشجع الانجرتي. يا فجي اول شيء الطقه صح يا خاين. انا اعرف هذا الوصف، انا مساوي وقلبي مع الاسطوره ميسي. والله لو درى ميسي انك بتشجعه نعتزل كوره بيصير خباز. انا يا ملال هزيمه انت وهالميسي. يا ابن حلال هذا مو ميسي، هذا خسي. طالع يا عيال كنا فجل. بعدين ورق رافع الشرطي لهنا معامله لهم. ركب كله يسار وش الوضع. ها مقولين جمهور المنفوخ كريستيانا تكلمنا حنا ياوا. تعال ورق حاط مناكير. اوه صح جزمتك. حاط مناكير. تعال تعال. ابو الوانك يا شيخ انت. افصل الجزمه، افصل افصخ الجزمه يا ابوي داخل المجلس. افصخ الجزمه خلاص الفطور. رح رح على طول. اجلس انت. وش التشكيله الخايسه؟ ما بقراديات يدربهم. وين العمري؟ وين الغنام؟ يا حبيبتي طبيعي، افضل لاعبين في السعوديه هم لعيبه الهلال. لعيبتكم لو لعبوا بيفشلونا قدام العالم. اقول استحي على وجهك لا خليك تشوفين المباراه في المستشفى. فكيني يا لقحه. يا بنات عجزت القى القناه اللي ناقله المباراه. سلام عليكم، خلوا الفرحه بايديكم، ابشروا بالخير يجيكم. ه ه ه وش اللي جايك؟ حط المباراه بسرعه الوطنيه اليوم مليون. لا 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 لحظه بس عشان استوعب، مناهل اللي ما اداني طاري الكوره الحين تبي تتابع مباراه؟ يا اختي وش اسوي، انت متخيله ان ميسي قاعد يلعب معانا وفي كاس العالم؟ لا 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 مو طبيعي، التويتر مولع. حطوا القناه بسرعه. اصبري من اليوم قاعد ادور عليها. ها بنات خلاص لقيتها. ايوه الاحبه الكرام مشاهدينا. هلا والله، اتحداك التشكيل البطله. اهم شيء ولا لاعب من اللي بالي بالك يلعب اليوم. حسان من الشباب وفراس من الفتح والباقي من الزعيم العالمي. يا ابوي اهم شيء اصمل على كلامك الطاقيه، مو بذا نزخنا خمسه سته تقول ما لي دخل. وربي قهر ليه ما لعب العبود؟ نبغى واحد من الانت في التشكيله. مه مشكله، المالكي من راح مع الهلال ما لعب ولا مباراه، تقدر تعتبره للحين مع الاتحاد. راس انكم جرات انتم، كملوا يا عيال فضولكم كملوا. اصلا هذه المباراه تمرين بالنسبه لنا. ما لكم تشبحوا، افطروا هيا افطروا. طيب طيب هلا والله، مساء الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، وش تبي انت؟ هلا عامر، بدت المباراه ولا باقي؟ هلا والله وحيد، من ذولا؟ هذول اخوياي الونيس ومشاعل، توي تفرجون مباراتي عندي لكن للاسف ما عندي اشتراك، قلت مالي لاستراحة العيال. سلامات، تبي تسوقها علي انت؟ المباراة منقولة بالمفتوح، راح اشوفها ببيتكم. يا ابن الحلال تعال يا عامر، خلاص وصلنا، بعدين نبي تشجيع ونبي حماس، يلا يا عيال. مثل هذه الايام عشقنا كرة القدم، جيل 94 وصلوا دور 16، العبران وسام الجابر والدعية مخلدين في الذاكرة إلى الآن، جيل سالم وسلمان والعويس يستحقون الوصول والفرح يا عامر، أكثر من مليار شخص ينتظرون هذه القمة، مثل إيطالي يقول كوراي معناها تحلى بالشجاعة، كوراي لشخصيتكم، كوراي ل 40 مليون خلفكم، المباراة هذه لو فعلتوها في لوسيل 86 ألف متفرج حتبقى عالقة في الأذهان 20 سنة مقبلة، اليوناني يورو 2004
كوريا 2002، بورتو، ويفا تشامبيونز ليج 2004، ما حد توقع هذه الامور، البرتغال يورو 2016، صعبه بس ما هي مستحيله لجل هذه الايام. عشقنا كره القدم، عامر احتاج قلبك، تصفيدك، صوتك العالي. اليوم كلنا وقود للاخضر السعودي. فاموس 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 عامر، فاموس عامر، الصعوبات وجدت لكي نتجاوزها. فاموس 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 فاموس. يا اخي لك 8 سنين وانت ناشب لي هنا يا اخي، مباراه الهلال واوراوا، مباراه الهلال وسيدني. يا اخي ليش مستقعد لي يا ابن الحلال؟ ولا علشان هلالي وانت نصراوي؟ اليوم مباراه المنتخب تكفى باستئذان، مو عشاني، عشان الوطن. النظام يقول الساعه 2 ينتهي الدوام، ولا تبيني اخالف النظام؟ لا تخالف النظام يا ابن الحلال، بس الساعه 2 بيفوت الشوط الاول ونص الشوط الثاني. منك دقيقه بس. هلا والله، حلو حلو، اجازه رسميه من الحكومه. شف ما قاعد افتن عليه. شف بلا، عشان نيتك سودا، لو انك سامح لي قبلها بدقيقه كان كسبتها جميله عن طيب نفس. بكل ادب بكل احترام، السلام عليكم. اهب يا وجهه. تنطلق المباراه اذا الى حبه عيال. ها وش السوات الحين؟ لو كل واحد من عيال الحاره طق الباب وفتحنا له، عز الله بنقعد برا بنخلي الخيمه لهم. ان شاء الله ما حد يجي. يا رب، انطلقت قمة المتعة والإثارة بين التانجو والصقور. سلامات يا بوي. عندي موهبة التعليق. عندك موهبة التعليق؟ حتى أنا عندي موهبة التعليق. التعليق فوق الخيمة، أخليك تشوف المباراة بالمقلوب. تسكت يا ورع ولا سكتك؟ سم أسكت، لا تضحك. هذا لا يحدث كل يوم. تبي تشوف المباراة معه أنت؟ وين؟ بالمقلوب فوق. لا 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 عامر، هذا صديق أنا سوسو وأشوف مباراة وما بتلبسه. أبلش باكستاني سوا سوا سعودية، إن شاء الله كله فوز. إن شاء الله تفوز، كله فوز. حياكم الله يا صديق، تعال 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 أنت وخياك. هذه كيكة المنتخب وصلت. كفو كفو بنيتي. هايبة، وش توقعاتك المباراة؟ الأرجنتين فريق صعب بالحيل، بس عيالنا إلى لعبة وبروح وقتالية، النتيجة عند رب العالمين. السلام عليكم، ها بدت المباراة توها ما لها دقايق. تعال سليمان، تعال جنبي أقطع لك من الكيكة. لا لا يما، خليها بعد المباراة. يحيى العد يحيى العد يحيى العد. احسن قهرون قهرون. والله ما فيها شيء يا حكم، وش تظن؟ يا الجلد ندور. يا سيناريوهاتك المتقلبه، ضربه موجعه. هذا حكم ما في سيده. على اساس دحين الارجنتين محتاجين البلجنتين عشان يسجلوا. يا بويا واضحه، يجاوب له ميسي. يا عيال، اللي عنده رابط بث المباراة يرسل لي على الواتس. ايش اخفكنا انت؟ فاضي لك حنا. شوف ذا وين جالس. تعال كذا. يلا شوف. كفو كفو يا الاسطورة. هذا الاول والباقي بعدين. والباقي بعدين. والباقي بعدين. ايه؟ مجنون انت؟ انت ما في مسلم؟ ما هو؟ انا مسلم غصبا عنك. ايه سلامات. لا تشخصنا انت بعد، تراها كوره لا تشدها. بسم الله الرحمن الرحيم. سلامات سلامات، انت وياه؟ هذه استراحتنا ولا توقيف النصريه؟ اقول ترانا قاطين في الاستراحه علشان ناخذ راحتنا. على جيتك سجلوا علينا هدف يا وجه النحس. بسم الله عليك، بسم الله عليك يا وجه الخير. اقول ترى انت قابل وجهك اساسا يغث، اروح اشوفه في رابط احسن لي. وين عالي؟ ها انقلع. ترى قاط. اسف يا اخوي. ابوك البجاحة. عيال، عزوز حاضر المباراة. اي والله هذا هو يقول بيروح مكة. كذاب. يمينك عدل يمين يا اخي. يا الله، مدريش فيهم مرتبكين، لو يناولون بشويش والله يمديهم. مشكلة حظ الطواقي ما يشتغل ما يلبسون ازرق. اص بس. يلا صار. يلا. يلا. Go!
حمدي انا اتكلم الا واشتغل حظكم. لا وصاقع في رجل المدافع بعد، الله يديمه من حظ بس مع المنتخب. ها يجي الثاني يجي. يلا 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 سلم 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 عبد المالكي. يلا مالكي روح 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 سوق. يلا 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 كانو ما سلم سلم. سليد تعال تعال ما في مشكله ما في خوف ما في خوف تعال. شوف هذا كاس عالم كاس عالم سعودي أرابيا أرجنتينا. إن شاء الله سعودي يفوز إن شاء الله إن شاء الله يا رب. روح روح روح. أيوة أيوة ميسي لا ما يعدي. برافو تنبكتي يس. جبنا التعادل خلاص مضبوط. اصبر اصبر ما في تعادل صارم جاب الثاني يا شيخ. اسمع جبنك بث ثاني شكل بثك متاخر وانت اجل تمرين ها يا واد. امشي خس امشي امشي قدامي امشي ولا الحقني الحقني الاستراحه. الله 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 ابو البتال تعال معي ايوه هذا هذا هو. يلا 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 يا عيال صفر صفر يا اخي خلصت يا صفر يا حكم صفر يا بقي يلا صفر صفر خلاص يا حكم صفر 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 يا حكم صفر يلا خلصنا صفر يا اخي صفر خلص الوقت راح امك صفر صفر خلاص خلاص خلص هاجا وقت الجد وندي قبل بلعب وبشر بطموح ما لا حد وهدافي الأسماء ولا جاء لا جاء وقت الجد وندي قبلنا ما علي من الأسماء بلعب وبشر بطموح ما لا حد وهدافي الأسماء الأسماء لا جاء لا جاء وقت الجد وندي قبلنا وما علي من الأسماء بلعب وبشر بطموح ما لا حد وهدافي الأسماء. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد والشكر والله إنها من أجمل المباريات اللي شفتها بحياتي من 94. يس بكرة إجازة مذكّد من الاختبار إجازة بس أيوة إجازة بس أيوة إجازة بس أيوة إجازة بس أيوة. أنتم شفتوا اللي صار باستراحتنا اليوم. باختصار الناس ودها تعيش أجواء كأس العالم. حنا نزين لهم نزين مهرجان مشجعين شاشة ومشاريب وكراسي والتذاكر بخمسين ريال وعليكم الحسبة. طيب حنا وش مهمتنا بالضبط؟ نوزع المهام بناتنا وقوم تعاونوا ما ذلوا. باختصار ناس بالفعاليات وناس ونهوبوا بيع التذاكر وناس بالتنظيم والأرباح نقسمها بين استراحتين. تم تم شكرا. مرحبا أخوي. سلام عليكم. وعليكم السلام. هنا عندنا منطقة الشالات والأعلام ومن ناحية المشروبات لا تشيلها ما جايب لك أحلى مشروبات من كيان كافيه. كيان في كل مكان وكل زمان. وهنا بعد عندنا خدمة الرسم على الوجه. أقول لك يا أستاذة تقدر ترسمي على خدي اليمين كنو وعلى خدي اليسار العويس وعلى جبهتي سالم. ما تبيني أرسم الحكم على خشمك؟ يا كابتن بتنزل تشكيلة المنتخب كلها على وجهك تراك له شخطتين أخضر وأبيض عشان تشجع بس. هلا صالح. هلا جيتكم للصراحة وما حصلتكم. يوم سألت عنكم قالوا مسويين مشروع هنا. إيه مزينين مشروع مشاهدة مباريات إنجد. أفا تدفع أخوياك والضيوف فلوس وين كرام الضيف؟ ضيف باستراحة هنا مشروع تجاري بيزنس إز بيزنس. كرة القدم للفقراء ما عادش يقدروك يا وينيس. أين الهيبة يا وينيس؟ هقول دافلك بلا هيبة بلا خرابيط بس. خل خل هذا موضوع عندي أنا أنا أوريك.
الو وزاره التجاره. إيه لا بس حبيت ابلغ عن مشروع تجاري غير مرخص. ايه يلا يلا جاي اكلمكم شوي اكلمكم شوي. ايش تبلغ ما تبلغ انت ما يمزح معك ولا ادخل ببلاش ادخل. ايه ادب تعال ونيس. يلا يا كنو يلا يا خلاص يا اخي والله قهر. وش ذا الحارس ذا جدار مو بادمي. لا حارسهم طويل ما ينفع فيه الا الشوتات الارضيه. مساء الفل للناس الكل. المنتخب السعودي مسيطر في اول ربع ساعه. نحتاج دعوات. نحتاج سكوتك. نحتاج سكوتك. تسوي طالع منها تحك دقنك علينا الحركات ذي قديمه. شيك سكت خويك ولا طلعتك انت وياه. يوزع اوزع على جبهتك الان انتو نظاراتك ذي اللي كنا غطيان عسل. قرب يا ولد قرب قرب المشروبات حار بارد يا هو. شال شال اعلام شال شال اعلام قرب على المشروبات يا هو. ايه يا اخي جيب واحد يسكي ذولي نبي نتابع مباراه. هي هي يا ابوي انتم باسطين اخر الشارع على فكره تراهم يشوفونكم. اللي يبي يشتي بيجيكم. يا ابوي اطلع منا. صالح قال نسوي كذا عشان تزيد المبيعات. شال شال اعلام شال شال اعلام انت شال. بالذات لو ما تسكت خنكتك بذا العلم اللي معك اهردوا عشان الزباين يرجعون ثاني مره. لا ليه يا البلاهي ليه؟ كله من ذولي. وش دخل ذولي؟ كله من خويك ذا اللي يسرق الجبنه يلحسها وياخذها ويحط نظارات. يا اخي قسم بالله المفروض فاول شوفك كيف طيحها. قصر احسك فضحتينا. اسمه بلنتي بلنتي مو فاول. استغفر الله العظيم المشكله اللي تبون طيحين في الكوره. يا كبو كبو كفته اديها شويه صوت يجي احلى حماس مع الهدف. هو يعالج النتائج لا الأسباب. ارحم أمك رجع المباراة. شلون ضاعت دي؟ أنا قايل لك كله من ذا النحس. ماش ما أنا نبح ما دخلنا قروش إلا بمباراتنا ضد بولندا وبازي مباريات هشين ذباب. الحين مباراة المكسيك ضد الأرجنتين ولا حد نجانا وراك توش. طيب هد هد خلاص باقي لنا مباراة قدام المكسيك. من الحين لين مباراة المكسيك باقي خمس ايام ورانا مصاريف ايجار المتان والشاشه تدرون بس نقفل ازيالنا. والله انه صادق يا اخي مباراتنا الجايه مع المكسيك وبصراحه انا اخاف نخسر المباراه. نص لعيبتنا مصابين. شو انت جايبه؟ غدا؟ لا الحمد لله متغدي انا. متغدين انتم؟ ايه الحمد لله يعني. كلنا متغدين. غدا الماتش ديال المغرب مع بلجيكا داك الشيء اللي جبتها الرئيس هذا باش نعطيهم الكفته باش يديرون في المبيعات. هي ولا ما بي؟ الا هي سلامات فجأة كذا طرطني المغربي شو السالفة؟ يوه نسيت ما علمتكم أمي مغربية. إيه وترى أعلنت للمشروع في جروبات خوالي يعني بكرة الحضور من الآخر. أجل مهنة تقفيل ديما ديما مغرب. سلامات عرس ذا. Yeah.
المنتخب اللي يرفع الراس فازوا على بلجيكا واكتبوها كتم والعبض بزيان بزيان بزيان. خير يا ابو عامر، اشوفك متحمس المنتخب المغرب بزياده. ابلش يبا فرحه العرب فرحتنا كلنا، ولا لا يا نو؟ صح صح اتفق معك. اقول قوم اجيب الشاهي. قومي ان شاء الله. يا ربي ليه كذا صار؟ ليه كذا صار؟ والله لعبنا كان كويس يا أخي، صارت حماسي من أول البطولة. خلاص عادي يا شيخة لا تضيقين صدرك، ارجع للمسلسلات التركية وتركيك من الكورة بس. إلا بنات بسألكم، العويس حارسته متزوج ولا لا؟ أيوة بدينا قلة الأدب الحين. إيه الرجال متزوج وعنده بنت اسمها لطيفة. أجدي أجل بروح الأحوال وغير اسمي وخليه لطيفة. يعي مرة مو بوقت مراهقتك يا البزر. كافي المنتخب خسران والعالم منقصة. في راس عند الكرة عودة إلى الخلف من جديد، وصلت هذه الكرة من الطرف الأيمن، لدينا التمريرة إلى سالم 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 ونقلة كرة الخضوع. يا سالم يعني بيفرق هالهدف كذا ولا كذا؟ طالعين يا رجال يا ابوي، العيال ما قصروا وأدوا اللي عليهم، لو ما في إيقافات وإصابات كان تأهلنا. وصادق اشرف حكيمي يسعد اشرف يسعد. مبروك مبروك، فرحنا لكم، لكن اليوم ما حد جانا، كله خسائر بخسائر، وجابت التكفيل، نبي نقص استراحه. سلامات، وين ربع سنتي يوم دور المجموعات كل الكراسي فل، والان يوم تاهلتوا دور 16 ما حد جا منهم؟ وذبحت المغاربه كلهم اللي ساكنين هنا في قطر، اصلا كلهم قطر. تكلم سعودي، تكلم سعودي عشان نفهمك. باش ودنا نفهمك الحين. اغلب المغاربه اللي عايشين في الرياض راحوا قطر عشان يحضروا المباريات، لانه من بعد الدور 16 صار الدخول لقطر مره سهل. حتى انا رحلتي بكره مره متحمسه احضر مباراه المغرب والبرتغال. ايوه مبروك علينا هذه البدايه، مازال مازال ايوه راحت علينا، يلا مشينا مازال مازال. ايوه راحت علينا، يلا مشينا ما زال ما زال. ايوه راحت علينا، يلا مشينا ما زال ما زال. ايوه راحت علينا، يلا مشينا ما زال ما زال. حمرا حمرا اتحدوك يا عيون، المغرب أفلموا بكأس العالم ومطلعين أسبانيا من دور 16، والحين فايزين على البرتغال. بقول لو فازوا بيكون أول منتخب عربي يوصل نصف النهائي. يا رب تكمل بس. صفر يا حكم، الحين وراه من تالي الحكام ما لهم نيين هنا مباراة الحلالة، بيزودوا الوقت عشان كريستيانو يسجل. شكل حكم مدريدي، صفر بسرعة، نبغى نضحك على المنتهي. يلا مبروك علينا هذه البداية، وما زال ما زال. وهيرو مبروك علينا وهذه البداية، وما زال ما زال. عيال عيال جتني رسالة يقولون كريستيانو بيوقع مع النصر. وين يا ابوي تحلم انت يا شيخ؟ ما في شيء بعيد عن النصر يا طاقية. الايام بين اتحداك المنتخب البطل. شيل يا طويل العمر شيل، شيل يا طويل العمر شيل، شيل البطولة شيل. يوم جلدناهم صح صحوا. عاد تصدقوني يا عيال، والله ميسي انه يستاهل صراحة، هذا آخر كاس عالم له وجابه الكفو. والله قهر ياخذها ربع التولة ذا، مشخصنا عشان كريستيانو يا ورع. الأرجنتين كوفت وين وما له حس اليوم.
سين 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 يا طويل العمر سين سين يا طويل العمر سين سين البطولة سين سين البطولة سين سين الذهب سين. عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. تفضل يا باشا، ما تنسناش بقى في التقييم. خلاص ابشر بعطيك صفر. حبيبي شكرا. كيفك عامر؟ الحمد لله بخير. ياسر تبيني ارجع اخذك؟ لا يعطيك العافيه هيبه، برجع مع واحد من العيال. انت من نفسك حبيبي. ان شاء الله حبيبي. من ذا؟ سوي ما تعرف أبوي. هلا عرفه، بس فيك شيء أنت؟ لا ما فيني إلا العافية. غريبة، يقول لك أنت من نفسك حبيبي. عادي، أي أبوي يقولها لولده. طيب ليه موصلك؟ موتري في الوكالة وبيطلع بكرة. قلبها تحقيق أنت، في سؤال ثاني؟ لا لا، تفضل، وأنت من نفسك حبيبي. ألا ذي من أول أنا احتريها أو لا هرنعة. أفع عليك هذه يا بابا، اشتر عليها الصن أبهينها بالثمانية. الحين كل يوم يقول لك أنت من نفسك حبيبي ولا بس اليوم؟ من هو؟ أبوك. أنت للحين معلق على ذي السالفة يا ابن حلال، راح عليها ساعتين الحين. إيش اللي أرجع يا أبوه يقول له أنت من نفسك حبيبي. وما الغريب في ذلك؟ يعني عادي. أدري عنه الله يهدي. الحين لو سألت أي واحد فينا وش أكثر كلمة يقولك إياها أبوك، أكيد بيقولك كلمة حلوة. أنا أبوي قبر ينادين أبو صلوح الصلحي سناتة. أنا أبوي يقول لي شاكشوكة. أنا أبوي يقول لي انزلع. أنا دائما أبوي يقول لي جيب الباقي. ارحب. هلا والله يا الغالي، ارحب ارحب ارحب، ألف ألف مبروك. إيه وفزنا. وليتي يمشي كده كده، وليتي يمشي كده كده، بس لازم يستمر على هذا الفوز، وبشرط النصر يتعثر. روما بدع كالعادة. يلا يلا سلام. لا تقول لي ذا أبوك بعد. أيوه أبويا. أبوك عادي يسولف معك عن الدوري وكذا؟ أيوه يسولف معي عن الدوري، والتيك توك كمان يخش معايا جولات وأحكام سلخ. تعال تدق على مين؟ ها بدق على ابوي، نسيت اقول له سالفه مهمه. اها طيب حط السبيكر. ها حط السبيكر. الو. هلا هلا يبا. هلا حبيبي، هلا قلبي. دقن علي تبي فلوس؟ ما في فلوس، انزل. وجانا القطار بدروبه ولا تقاطع ولا اشارات. هذه الكيكه اللي تحبها هيبه. تسلم ايدك يا حبيبه ابوها. وهذه قطعه حبيبي سليمان، تكفي ولا تبي زود؟ لا لا يكفي يمه. وانا هذا هي قدامك، مدي يدك. حسد اعوذ بالله. انا اللي بعطيك بديني. احلى من يعطيني والله، الله لا يخليني.
خلي الأخوس شوي وحطي على جنب علشان أنا جاي أكلها. أبشر يبا. السلام عليكم. كم السلام. بكم البرتقال؟ هذا 30. وراك تضربه طيب حرام نعمه يا أخي. لا تضربه. إيه ما شاء الله زين. لا كويس كويس. بضاعتنا نظيفة. بضاعتكم نظيفة. الحين نكشف بضاعتكم. إذا هي نظيفة ولا. سلامات. وش ذا؟ حاط اللي تحت خربان واللي فوق زين. ولا ما تتكلم انت؟ هي واحدة الخربان بس، خلاص خذ لك هذه 30. وراك خفت؟ ما خفت، هي واحدة بس الخربان. الورقيات وينها؟ هذا. هذا بقدونس ولا كزبرة؟ هذا رجله. رجله؟ إيه؟ هذا جديد علي بالتشكيلة، ما أعرفه. عندك موز؟ موجود. خلاص، عطني كيلوين من ذا. هذا ما ينفع، خذ لك من ذا المستوي أفضل. لا يا شيخ، تبي تلعب علي؟ تعطيني من المنقط ذا يوم يومين ويخرب. ابي هذا الاخضر يقعد اسبوع. وعطني كرتون تفاح. ابشر. يلا تحرك. طيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. يا ميري يا ميري تعالي شيل الأغراض الكثيرة اللي جبتها، موز وبرتقال وتفاح كلها جايبها لحسابي. ما شاء الله، ابعدي يا ولدي. الله لا يستر خير العدو. أفا طب ليه؟ أنا رايح العتيق قبل الصبح وجايب كل الخيرات، برتقال وموز وتفاح وعنب وكل شيء. طيب اللي جبت هذا وين وديه؟ والله ما دريت إنك رحت عتيقة. طب أنا وش أسوي؟ حبيت أسوي مفاجأة. مفاجأة؟ الله أكبر، ترى كله تفاحة وبرتقال. كم جبت البرتقال؟ 30 ريال. لا عبني عليك، أنا جايبه بخمسة وعشرين. يمكن خربان اللي أخذته. وأقول لكم سفل فيني أبوي قدام أمي. ماش ما في فايدة. تصدقون حتى شكراً ما قالها لي. والله حلو البرتقال. إيش بالصبح وش يقول؟ برتقان اسمه برتقان يا غبي. ايه لا تقول معلومات غلط، برتقان اللي مع كراس في السوني. وش تسمونه بغليل يا شكوش؟ نسميه اورنج. سلامات، انتم ما تحسون انا الحين قاعد افضفض لكم وانتم فاتحين سالفه على البرتقال. ايه خلاص يا ابن الحلال، تراك اشغلتها بسالفه ابوك. خلاص يمكن هو طبعه كذا، يمكن ما يتغير. شف انا عمي وعارفه، ما يبين بعينه الا الشيء الجزل. اما قوت انك تعبي دبه غاز تجيب له خضره تصب له شاهي، ما زي معه شيء، ما لك الا تزيله شيء يامل العين. السلام عليكم. عليكم السلام. اشوفكم على خير يا احلى ام واب الدنيا. عندي سفره صدرت بكره راجع ان شاء الله. الله يحفظك يا ولادي. وين رايح؟ مفاجأة، أعلمكم بكرة إن شاء الله. أسمع عاد، تركت بالخط ولا تسرع، وجيت بكرة جابني بخالفة ولا بخافتين مساهر، ترى يبقى مسددي عنك ولا هلالة. هلك سمعت الكلام. إن شاء الله. هلا يما، ها وش رايس بالمفاجأة؟ أبشرس وصلت مكة وباخذ العمرة. علمي أبوي إني وصلت، بس لا تقولين له إني رايح مكة مثل ما اتفقنا. أم عامر. سم. عامر وصل ولا لا؟ الحمد لله وصل ويسلم عليك. الحمد لله، الله يسلمك أنت وياه. وين راح الحين؟ إن شاء الله إذا رجع بيقول لك. السلام عليكم. وعليكم السلام.
وين اللي يقول بروح مكة يوم بريح وبرجع يوم ثاني؟ أبد، شفت نفسي نشيط، قلت يا رجال دام خلصت عمره بدري ارجع للرياض. ما شاء الله، الله يتقبل منك وثبتك. والله ما قلت إن أنك راح مكة، لأن العمرة ما أخذها عنك. عجيب والله، شايف أنا بحر ولا بتعتبر عن؟ إيش دعوة يبا، بسم الله عليك، الله لا يقوله. بس قلت أنت يعني كبير في السن، ويمكن يعني ما تقدر تأخذ عمرة زحمة وكذا. أنا ما فيني إلا العافية، أقدر أعتمر وأقدر أحج بعد. طيب جبت زمزم؟ إيه، ياك الله خير. بعد إذنكم، أروح أريح. هذا جساده، الولد يبي فرحك، كان قلت له كلمة حلوة. قلت جزاك الله خير. أنا حسبته بيفرح بيستانس، لكن للأسف غسل شراعي زي العادة. وهذا الهديك راح أنت تقوله ما تقدر تزين عمره، أكيد يبي يعصب يذق صدره. طب وش أسوي، هذا أسلوبي، ما أعرف أعبر. طيب يمكن حتى هو ما يعرف يعبر وهو نطالع عليه. قالوها ابن الوز عوام. أهم حاجة إحنا مستفيدين، فواكه وزمزم. ها المرة الجاية نبغى ذبيحة. هلا يبا سمسم، أبشر أجيب لك لبن. طب تبيه كامل وجانا القطار بدروبة ولا تقاطع ولا إشارات. ودي أعرف وش السر، ليش أبوي معس أليم من اللي نفسه ومعي قاسي؟ ما في سر ولا شيء، المحبة من الله. وليه حبس أنت أكثر؟ لأنك درج ما تعرف تتعامل معه. أنا درج؟ إيه درج. إذا تبغى تتقرب له خلي يشوف منك شيء لطيف كل يوم، وداخل وهو طالع، ومع الوقت بتشوف شلون تغير. يلا ورا روح كمان. بس ستوب، اتحداك البراد البطلة. اسمع، ابيك تحط البرادة هنا جنب الباب علشان ابوي اذا دخل واذا طلع يشوفه ويدعي لي. بابا انت عايز؟ لا ابوي اسمع علي، انا يقصد هو في موت ولا في عايز؟ هي الله يحفظه، حي ما مات. اوه انا في سوي غلط، هذا مشكلة، انا في يكتب هذا عن مرحوم علي بن عمر، ايش مشكلة لهن؟ كيف اسوي؟ ما اقول انت الحين ابوي بدل ما يدعي لي يدعي علي، ايش اسوي لهن؟ خلاص خلي الموضوع علي. هاي يبا، وش رايك في البرادة؟ ما شاء الله، زين ما سويت وانا ابوك، الله يكتب اجرنا واجرك. يعني حبيت الفكرة؟ أي بالله حبيتها. طيب واللي جاب الفكرة حبيتها؟ عجيب والله، تبي تموتني وأنا حي؟ لا بس هذا خطأ مطبعي. خطأ مطبعي، شيل اللوحة وخلي البرادة واذلف. أبشر صديق، أتقر أنقص أصان يبضع أنا صغل سباكة، أصان زيب موية بارد، أصلاً نفر فيه سرب موية، يقول الله يخلي نفر يركب برادة. عامر! يا عامر! عامر! سمي بو، وش حصلت؟ دريل. ها، خرجت الجار؟ إيه خرجت علشان مد موية البرادة. الله لا يسامح ولا يعطي عدوك عافية، شيل البرادة، ما في برادة ولا بيك شيء. الحين أنا أروح مكة وادعي له وأحط له برادة علشان الأجر، وبالأخير يدي علي. صاحي أنت ارتكبت خطأ عظيم، الجدار هذا شيء مهم عند الشيبان، لا سمع صوت الدريل بالبيت سوى استنفار، سنين هو يبني هالجدار، تجي أنت خارقه بدريل. طيب في أين البرادة؟ أسكت لعامر، يحط حرة كلها فيك. يا عامر يا حبيبي، أبي أفهم شيء واحد، أنت ليش مشكل عمرك وتسوي كذا؟ أبي أبوي مثل أبوك، ودي أحس إنه يحبني. تصدق بعض الأحيان ودي أقول له خليك مثل أبو ياسر. تصدق فكرة حلوة. ما أقول أنت
والله لو كل ابوي كذا يطردني من البيت. لا 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 يا عامر، بنلمح له، بنجي انا وابوي عندكم في البيت بنتقهوى وبنسوي قدامه تطبيق عملي بس تلميحه. والله فكره. ابوي سمي با امرني. ابشر ابشر اجيب خبز. طب مفروض ولا؟ جاء القطار بدروبه والله تقاطع ولا اشارات. سمي با عاد الضيوف يا ابو. سمي عم. تسلم يا عم. شلونك ابو عامر؟ ابو خير الله يعطيك العافيه. اقعدوا. سم حبيبي. تسلم يبا. المفروض هو اللي يعطيك. انا وياسر ما نختلف، احنا اصدقاء وانا ما مارس عليه سلطه الاب. ترى مو هو دايم بعض الاحيان. الله يصلحه ويخليه لك. ياسر علمه غانم. حتى عامر ما شاء الله عليه، حب ريح وشكرتي. عامر الله يصلحه. مره يصلحها او 20 مره يخربها، رابع عن ضغطي. عجيب والله. شايف انا بحر ولا بتعتبر عن؟ الله لا يسامح ولا يعطي عدوك عافيه. شيل البراده، بابي براده ولا بك شيء. علاقتك مع أبوك سيئة؟ لا. علاقة قوية وممتازة؟ بعد لا. أجل، وش العلاقة اللي بينك وبينه؟ صدقيني يا دكتورة، أقد يوم أبوي قال لي كلمة أحبك. تسمح لي أتواصل معه؟ حنا والله ما نعرف العيادات النفسية ولا فين إلا العافية. إلا ولدي عامر وش فيه؟ عامر ما فيه إلا العافية، بس أنا أبي منك طلب يا أبو عامر. أمر يا دكتورة، وش تبي؟ أبي إذا دخل عامر بعد شوي تقول له أحبك. بس خليه يجي. خلي عامر يدخل. عامر يا وليدي أحبك. من جدك يبا؟ إيه من جدي. تحبني تحبني الصدق يعني؟ نعم أحب. يا أبوي دنيا بدونك ما لها معنى، أيامها سود والقشرة لياليها ما لها أي معنى، وانت مو معنى وش نبي بس فيها. عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كتر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم.
شباب الدمية ضحكة والبسمة دام مرسومة على هالشفاه نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه شباب البوم دام للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان بنا شباب البوم وش ذا الفلة؟ متأكدين ان احنا في الصياد ولا في التيون؟ ولا فلوناس والله ما توقعت كذا يا جماعة انا مشي كبدة حاشي هم عاد كبدة حاشي يا عيال في مضاربة هناك وانت كل تجمع تشوفه تقول مضاربة دزها دزها يا ياسر خلينا نشوف ايش السالفة يلا 600 شكلهم يحرجون على بعير يا غبي دي ناقة ما هي بعير هي بالله صدقت أشهد بالله أنك راعي نظر هذه ناقة ما هي بعير ياهو والله أنت أفهم يا كفتة ما شاء الله عليك أيوة أنا عندي فراسة بالحيوانات خلونا نقرب منهم 700 750 800 مليون مليون كمل عادي كمل كمل عادي كمل سود 100 عادي مالي دخل فيك والله العظيم يا اخي يلا هلقم مسوي فيها تلعب فيفا احد عنده زود خلصتم من اللي اخذ الناقه عامر وكم اخذها مليون اه يا ابو معجباه انا من السنه اللي طافت بايعها يوم الديون حدثني والحين اليوم انا جاي عشان استردها وارجعها اقول راحت المليونين يدي طب يدي شوي يدي عورت اجل غراضه 3 مليون 4 ملايين طب يدي فك يدي عورت 5 كل كم مبروك مبروك الخمسة مليون يا عامر سدد المليون واربعة مليون حلال عليك اقول عسى ما حد ينسانا من 4 ملايين ملايين لأن وجيهنا وجيه خير عليه عليه ومن حضر القسمة يا شباب فليقتسموا يقتسموا صحي لسانك مرحبا بمبو حي الله الشيخ عامر تفضل طول الله عمرك يا ابوي افتح لك مطعم بخاري مانتو فرموزه كبيبه زي اللهب وش مانتوها انت الا ناخذنا قطعه ارض بذا ونزرع نخل وما صنع تغليف ما عليك منه يا عامر اسمع كلامي افتح لك لاونج في التخصصي وجيب لك احلى فنانين يا عيال في مباراه اليوم لا يا ابوي اجل من ذولي هلا والله اتحداك يا كبير انت سلامات سلامات المفروض باثريوس فوز المركز الاول وربع بنطامي فرحانين بالفوز مبروك مبروك تستاهلون مبروك 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 تستاهلون يا عيال جو التحديات عندهم البطل انا قررت ادخل معهم واخذ لي واحد مفروض بس يا عامر حنا يبيلنا واحد يفهم ذا الأمور تراها يا شباب يعني بحريم هي دجاج أفو عليك وين راح كفتة بالكفاتي يا
يا حبيبي كفته وراعي نظر. اسألها وانا ابن مكفت. اتحداك يا ابن مكفت. هذا حاشي. اما عاد حاشي يا كفته عطنا العلم، هي تصلح ولا ما تصلح؟ اقول يا كفته افحص زين، لا تنكبنا تراها فلوس. كم وزنه؟ وانت بتوديه للمقصب اولها بعد يا الفقار وقويصر بالكاتب. هب كنتوا جايين تشترون ولا تستابلون؟ اذا ما معكم 700,000 ريال ولا الخلا. سلامات يا ابوي، والله لو انها جايب لكزس. هبك ما تدرون وين البل فيه، هذا القعود على بارود بن صاهوت بن جلمود. لا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، مبين عليه ولد اصول ادب رزة وبراطم. يا ناس عليه يا استاذ. ولد بارود هذا ايش اسمه؟ ما بعد سميته، واللي بيشتريه يسميه مجلعت، وانا اللي بشتريه علشان تعرف انه ما انطقطق. هذا اكيد احد مرسله من منافسينا. ما قلت والله يا ابو قبلان، هذا واحد يدري براسه ولا يدري وين ربه حاطه. هذا شكله من الحذران اللي ابوه يعطيه دريهمات وقال روح تمشى الصياد. هب يا الحذري، ما لقى يتمشى اللي عندي هنية، لكن هين تمشيته هذه بتخليني امسك ذمه واسمع على علبه. اوريك يا ابو الاغابيب. يا عيال ذا وراه تاخر، الشمس بتغيب، نبي نروح نريح. بشركم يا عيال نقلت الملكيه الحين. يا عامر انت شاري ندينا ولا القعود؟ لا شاري القعود، بس ترى الاجراءات مو بسهله، في شريحه بيانات تنقل المعلومات كلها حقت المالك الاول وتجي لي. يا الربع لقيت لكم اهل القعود، شباب طيبين ودقاق ورقاق وحلا. من معي؟ انا عامر. من وين؟ من حي السليم. ونعم. وين؟ سكوش جده حي الهندويه. كفتة رأي نظر من الجردية. ياسر من الشفا. تركي من أم الحمام. صالح من القصيم. خذيت المفروض وسميته مجلعد وبتحدى فيه بالمفاريد، ويا بعزها ولا بعزاها؟ حورة في عزاها، في عزاها إن شاء الله. كوفو يا راعي مجلعد، ترى المنافسة حامية وأشوفك واثقة من نفسك. بالله واثق واثق ومن تفخ الرأسه، لكن الرأس هذا الله ما ينسمه غيري أنا. أثق بالله أولاً، ولكن فعولنا في الميدان، واللي في راسه شيء يجي للميدان. تحسي وتعقب؟ إن شاء الله هني لفرك هشمة. يا أبو قبلان تخوي ربعتني، الله يربعك. وش علمك؟ هالمعذر هالمعذر، يقولون عنده واحد إنه راعي نظر، هو اللي اختار له القعود. راعي نظر؟ هلا هلا اللي مليانة شفته هذا وخياها اللي معه، ولا يزولهم ما هو زوله ناسين يبين يجيبون واحد إن راعي نظر، لكن نكمحهم راعي نظر. وش اسمه؟ اسمه كفتة يا أبو قبلان. جعل والله يكفي تهشر هالكفتة. عال عال كفتة، تعيد تعيد، هذا في سلام عري تعيد. وكذا هو هذا طاوي الجوع، هذا يدور العيشة، ما هو ذول واحد طال عمرك يدور بالو مزاين، لكن هين هين يا ريجين. الوعد الوعد، الميدان الميدان يا ميدان. هذا اشتابه، شوف اللي يرفعوا المزاد لو اخوياو. هذا نظامكم. اقول ياشين السرج على البقر. يلايم يقول لك تحداني انت، انت ورا ما تقش خوياك هذول اللي معك وتروح تلعب بلاي ستيشن. ابرك لك لا تجي تحدى عطران الشوارب. اقول يا عطران الشوارب الوعد بالميدان، أنت ما تعرف من تلاعب. هذه حقة بلاي ستيشن. ها؟ حقة بلاي ستيشن. أنت ما تعرف من تقاوم. هذه حقة مواتر. بعد. أنت ما تعرف وبس. يا شيب عيني شيبة.
ولد ابكم فزت علي والربع كلهم يشهدون وكلامي انا مثل السيف انفزت علي ترى الك منقيه الك انت لحالك اشهدوا يا رجال يا رجال خلكم شاهدين الرجال يقول انفزت عليه يعطيني ناقة المنقية أنا شاهد إن شاء الله الناقة ناقتك المنقية لا والله القمزة القشرة تلطك أنت خوياك كالمنقية ما هي بناقتي المنقية 20 ناقة انفزت ترى هيك لكن ما فزت وفزت أنا قعودك نبنق صبه وبنت عشاها نوري يجين سلامات يا كابتن تبغاه يقصب قعود ب700,000 احنا فين قوم يا واد هذا والله اللي مشاركته ما هي في محلها اقعد هذا تحدي من كان خويكم يا بينات حريجيل وصام خروص يتحدى وان كان ما هو بكفو برخمه يظهر شحم ويقعد أقول تم وأنا راعي مجلعد ها نتوجه ها نطلع الفائز بالمركز الأول أم جلعد العامر بن علي اليوم معي صاحب الانجازات والنواميس صاحب النظره الخارقه الحارقه بمجلعد الدق الرق والحلا الاول وقفها بمنقيه ابو قبلان هلا والله وسهلا الله حيه ارحب وشام التخطيط والخطط انا ما خططت وانا اخوك احنا طالعين نكشت بالصياد انا والربع تمام وجدت بفضل الله الحمد لله والشكر لله اخذنا المركز الاول وش لا ثقة يا عمرو يا ابن حلال انا راعي شناح راعي الظهير راعي الضمير راعي الرب وهسلي يا وش كذا يا امزح معك امزح انا راعي بخرشوف يا ولد اوف عليك وش توعد جماهيرك اواعدهم بشتات اواعدهم بالمنقيات اواعدهم بالفردي هم يختارون ولا لا يا عيال وين التحدى وين الثقه انشر السناب ذا في كل مكان شيروا وافي يا كلن اوف عليك فالك نخبه النخبه يا عامر مشكور يا عريض والله وصلت راعي منقيات يا ولد عمي عز يا ملال عز يا مهبول عف عليك انت يا صالح من اليوم ورايح وكيلي لا وقف 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 وش ذا؟ يعني شلون يعني عشان ولد عمك جاي تحط وكيل؟ ايه عشان ولد عمي عندك شيء لا تخاف يا تركي انت ابى احطك مسؤول العلاقات العامة مسؤول عن الشعر والاحتفالات ايض الله وجهك لا يا شيخ وانا تبي ادزها الاستراحه عفو عليك انت خوي يا ابوي انت مسؤول عن السناب والمواكب ابيك تشتري لي جي كلاس وشاص وجيب لكسس اوكي ابشر بها اي يا ابويا انا ايش مهمتي يا ابو خربوش اقول الله يخلف بس اسمها ام خرشوف لا يسمعك عريج ويدور لك انت مسؤول التغذيه والتعليف وانت كفته راعي نظر زي ما قلنا لك انت نصاب شغلتنا راعي نظر ولا شفنا منك ولا ريال انا نصاب يا تبابي اي لحظه لا انتبه تغلط على الشيخ عامر انتبه انت حرامي المفروض تعطينا 1,000 ريال لانه انا اللي اخترت المفروض اقول ليتك جبت صامولي دزها الاستراحه كعابي ما نحتاجك يلا هين الوعد قدامي عامر اقول انقلع يا الدرثوم انقلع كوك 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 كو. وكذا ما هو برجر على النظر اللي يشتغل عند عامر ها؟ اي والله انه هو صفت مسيت بالخير مساء الجن والعفاري افا
وش فيك انت؟ عامر النصاب ما اعطاني حقي وطردني. عامر طردك؟ امش معنا ومالك اللي يدس بشاربك. انا جعان ابغى اروح بوفيه اكل كبده. تعال معنا ومالك الا تيس كامل. تيس امانة هيا هيا. يا الف يا العافيه يا ابو الكفاتي. شرب الله بالخير. انت من يوم تركت الغليم هذا وعفشه اللي معه عز الله كتبه تلقى خير. ابشر والله بالخير. اقول لك في انا كلاوي اب قدامك الشحم واللحم تقول لي كلاوي اب دورها منه ولا منه ولا تصدق يا اخوي طبيك الجوع انت تبي تاكل انقز وكل معي يا اخوي. يا اخوي وجهه يستاهل. خلاص ارفق ارفق عليه ارفق عليه هذا ابو الكفاتي هذا. اقول يا ابو الكفاتي اباك تشتغل معي وبعطيك ميزانيه مفتوحه لكن ها ها ما باك تنقال الا الشيء الطيب. ابشر بها ما انا ابن مكفيت. اقول لك ابغى كل يوم تيس كامل. يلا حلو حلو يا ويلي يلا حق يا زكينك زكيناك. ابشر ابشر والله فخار. تبي اصدق ولد عمي يبي لك عالم يبي لك ربع يبي لك تحالفات. على العموم التوجه للصياد قال عشان عندي بالمخيم الليله. اقول لك هذا اشقح ولا مغر ولا مجهم؟ انت ما شايف عينك؟ يا ابني ما شاء الله عليك كانك جاي تدور على الحلال الطيب. ياوا انا الشيخ بن مكفيت راعي النظر كل اللي فازوا انا اللي نقيت لهم حلالهم. وانت بتشتغل عند مين؟ اشتغل عند ابو قبلان كلفني اشوف له حلال طيب. وليش تغلب حالك؟ انا رح اريحك واخليك ما تجيب ولا تشارك الا بالشي اللي عليه القيمه. انت راعي نظر؟ لا انا اللي بخلي راعي النظر عنده نظر بس انت خليك معي رح تكون رضيان انت وابو قبلان. نرحب بكل من حضر ونقول ما قصرتوا بيض الله وجيكم. رحبوا معي بضيوف صالح شباب القصيم. شباب القصيم وهنا منهم ضيوف ياسر شباب تركي الاول. تركي الاول ومن هناك هناك منهم هناك ضيوف الشيخ عامر. ضيوف الشيخ عامر شباب حي السري. حي السري. وهناك منهم هناك ضيوف شكش من جدة أهل الرخاء والشدة. حي الهندوية. مرحبا أبو. حي الهندوية. مرحبا أبو. وهذول عاد أصدقائي أصدقائي حي أم الحمام. شباب أم الحمام. وهناك منهم ما أصدق الشيخ عامر الشيخ عامر البطل السيف الجبل الحمام. الحمار الحمام الحمام. واسمح لي يا شيخ عامر أقدم لك شاعر الجزالة شاعر الأدب شاعر الثقافة إنه شاعر الليل عزوز الليل. أرهب ثم أرهب ثم أرهب. جينا نشارك ونبارك لنا المجلدات مجلعدات مجلعدات. جينا نشارك ونبارك لنا المجلعدات. جينا وفروسنا سطر وتشيش. حي الله عامر والقعدان والمفطحات. ولا تنسونا يا اخوان من الاكراميات والبخشيش. انت جاي تشحد هنا؟ جاي اقتات عن طريق الشعر. يا عم اقتات عن طريق شارع المنصور في مكه. طس هناك اغلف. عريج حي عريج حي عريج. حلوى وسلوى والثقه يبقى ثقه في محل الشيخ عامر جلعه عامر راعي مجلعدات الجزيره. معركه بكره حامل وطيس فيها. بتدخل اشداد ولا ما انت بداخله؟ عفو عليك أبدخل اشداد واللي كفو يقرب. بتاخذ اشداد؟ عقبني الفنجال إذا ما خذيته. الثقة يبقى ثقة ولا لا يا عيال؟ ولا لا يا عيال؟ ما دام الدراهم موجودة يبطي أحد ياخذه وأنا عامر. كفو. يا أبو قبلان يا أبو قبلان يا أبو قبلان الكغلي عامر يقول انه بيدخل مزاد اشداد بكره. كلموا شبابي هذا والله اللي عاقبني عقوبه يا ريجي.
على اي الملازم منه عقوبه؟ هي بالله عقوبه؟ انا وش اسوي؟ هو وش يبي مني؟ وش يبي مني؟ المنافسين من جهه وهو من جهه، انا وش اسوي انا؟ لكن الشداد او قدام راسي شم الهواء والله ما يذوقه. اقول لك ايش سويت؟ ضربتها ابره ببراطمها. ضربتها ببراطمها؟ انت خليك مع وهبي وهو يجمل اللي ما يتجمل. شايف هاي الناقه؟ راح تصير حديث البلد. واذا ما ربحتكن جوائز وفلوس انا ما اكون اسمي وهبي. يعني هذه الابره تنفخ برطم؟ بالضبط. بدك انفخ لك برطمك؟ ضحكتني. اقول لك خلص شغلك، نبغى كل المنقية تخلص الليلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. اليوم المنافسة القوية بين أبو قبلان وصاحب مجلعد، من يفتح الباب المزاد؟ ألف ريال. ألف ريال. ألف ريال. ألفين. ألفين أبو قبلان. خمس آلاف. خمس آلاف صاحب مجلعد. عشر آلاف. عشر آلاف. عشرين ألف. عشرين ألف ريال. ثلاثين. ثلاثين ألف ريال أبو قبلان. خمسين. خمسين ألف. خمسين ألف. ستين. ستين ألف يا أبو قبلان. ثمانين. ثمانين يا صاحب جلعت. مية. مية ألف. مية ألف. والله احترقت اليوم. مية ألف. منافسة قوية. هاي رعب جلعت. إيش تقول؟ مية وخمسين ألف. مية وخمسين. مية وخمسين ألف. مية وخمسين ألف. ها إيش تقول يا أبو قبلان؟ مية وخمسين. ها يا أبو قبلان. أقول عطية. تحية الجمهور. ألف ألف مبروك يا صاحب الجلعد. لا داعي لا داعي لا داعي. أشداد له هلا يا أخوان. اللي ما يقوى أشداد لا يقربه. أتحداك يا المذيع البطل. مشينا يا عيال مشينا. سب الشيخ سب. مر علينا بالمخيم بإذن الله. روح يا أخ كفتة. نعم. البل هذه كلها فيها عبث. إيش عبث؟ مضربة أبر وملعب فيها. ما هو؟ يا شيخ يا شيخ أنا أعلمك بعلم مهم زين. مش أنا هي علومك اللي ما هي بزينة. من قيتك؟ علامة. اللي شراها الكفتة طلعوها مع المشرحة. وش وش؟ أي والله يقولون فيها عبث. والله أني خابر خابر إن كفتة هذا ما يجي مراه لا الدواهي. من يوم شفت المقرود عامر وانا خابر انه بهذن حظنا ردي. لكن هين انا اوريك كفتره لك فتكفت الشر. مش انا مش انا اعطيك الشغل هالحين يا ابو الكفاتي. اعرف وش لونك فتك في الصندوق هذا. اخلي جميع الناس اللي يشوفك. التحدي يا بشر لعبات عامر والبطولة تعرف
النظافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. بينا شباب البوم. كيوت ما تستاهل هالبلاير، فعلا الحب اعمى، ولا شلون شافت كل هالعيوب فيه ومكمله معه؟ اصلا كل الرجال كذا يحبون يسيطرون على المراه وهي مسكينه سمع وطاعه، ولما ما بغى ينسحب من العلاقه انسحب، وشعر البنت ما تهمه. شو ليش طفيتي؟ انا الحين بعذر يوم اتاثر بالمسلسل، تاريخي كله طلاق وتجارب عاطفيه فاشله، لكن انت وش عندك يا البزر؟ تاثرت بالمشهد زيك. لا يا حبيبتي ما تأثرتي إلا ورات بلا. عمتي المشهد هذا لو شوفه عامر اللي ما يحس تأثر، وشان أنا؟ والله ما يندرى عنت. دديري بد دديري بد دير بد. بسم الله يما، بلتنا طالبين مليون. سلامات، صوتكم طالع البرة، وش عندكم؟ أبد كله شوف فيلم وتأثرنا. أما عاد تأثرون بفيلم، مهابيل أنتم. إيش عرفك أنت؟ بترك البيت وبذف عن وجهك. طبعا وراي صارخ علي كذا، والله انها ما تستاهل. ترى هذا الصح، لان الحريم ما يبيلهم الا الشكم. شو هذا الصح؟ تلقاها الحين كرهته وكانت انسحبت زواجه. هذا كره شكلي بس، لان اغلب الحريم يبيلهم رجال حمش، رجال شديد يوريهم العين الحمراء. واكبر دليل عندك، شوف ذولي صار لهم متزوجين 30 سنه ولا طلقها ولا شيء، بس لو ارتخيت ودلعتها صدقني بتلقب وبتخلعك من ثاني سنة، مش ثاني سنة، من أول سنة، وبتطردك وتسحب عليك. تقولوا صاد؟ صفى عليك، لا تروح بعيد، شف عندك أبوي وأبوك وكل الجيل القديم زواجاتهم تستمر لين يشيبون، حتى كلمة أحبك ما يعرفونها. هذه يبيلها خبرة، وش عرفك أنت؟ شف، أبعطيك حصة، حصة وشلون تاكل البسكوت بالشاي. أول شيء تدخلها، واحد اثنين ثلاثة تقلبها دخلها بالفم. سهلة يا أخي، صعبة كل ما أحطها تذوب. إيه يبيلك وقت، شوي شوي تتعلم. ها كذا شوف، واحد اثنين ثلاثة قلبها. واحد اثنين ثلاثة كذا ممتاز. امشي، قلب بنت تصير فرف. بسم الله على بنتي، هذا كله من القهوة السوداء اللي تشربها ليل ونهار. يا بنت الحلال هي قهوة؟ أقول قلب بنتس وعقلها موب معها، شكل واحد معلقها ولعب عليها، أمس تصيح من فيلم رومانسي واليوم تضحك وتبوسم ما أدري من تسولف معه. وشو؟ حسبي الله ونعم الوكيل، هذا اللي ما حسبنا حسابه. اسمعي، لا تسوين فيها شيء وتتهورين، أبي تستراقبينها من بعيد لبعيد، ثم لا مسكتي عليها شيء، أبي استرنينها رن، ما عندنا بنات يغازلون، هذا اللي ناقص بعد. شوفي شوفي تضحك. لا وش في ستسمين؟ شايف تنجني؟ لا بس خوفتيني، بشوش فتح الباب. لا خوفتك ولا شيء، أنت اللي متوترة، ما أدري وش عندك. مو بمتوترة ولا شيء، بس الناس طقوا الباب قبل لا يدخلون. والله ما بقلل بزارين يعلمونا شلون نفتح الباب. أقول
قومي خلي عنس الجوال نحط العشاء لأم تبوت. ملزقت نوجس بذا الجوال 24 ساعة. هذا بدل ما تقولين أبنزل أسولف مع أمي، أسولف مع عمتي، أجيب لهم شاهي، أجيب لهم قهوة، ما أدري إيش عندس. لازقت أنا بذا الغرفة ما تبين تطلعين. امشي قدامي امشي. إن شاء الله. نوف؟ اوف 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 اوف، من مسوي الكبسة؟ انا اليوم اللي مزينة الكبسة. كفو يا عمه. ايش رايك بكبستي يا خيي؟ ممتازة ولذيذة. لو انا معامر. معامر؟ معامر؟ سم وينس؟ انا قلت ماني باكل لما تجي. ما شاء الله، بعد ما اكلت ثلاث لقمات الغالي. الان قاعد اذوقه، اشوفه زين ولا لا. اخي لا تخرب الرومانسية، تحب تخرب انت. ما يصير عامر اذا ما خربها. تعشوا انتم، جعله بالعافية. أنا مالي نفس بطلع برا أشم هوا. كان لزمت عليها يبا. مو بشغلك. يعني إحساسي كان في محله، خبرتي ما تروح أبث. المشكلة أنها بنتي، أعرفها وأعرف شلون مربيتها. ليتني ما شفت هالرسالة. يا حبيبتي، الأهالي ربون والجوالات تخرب، بس أنا بعرف شلون أحل المشكلة. هلا، على وين إن شاء الله؟ شلون على وين؟ راح الجامعة. عمتك تقصد، متى محاضراتك؟ إيه، من 11 إلى 3. ليه في شيء؟ لأنه أنا محتاج السواق عندي. لا خلاص أنا بوصلها اليوم، شو رأيك؟ جوي، أجل قهوتك على حسابي. زين بروح أجيب عباتي. يلا. كيف حالك؟ يا زين صوت راشد على هالصبح، روقان. إي والله يا زين راشد. من راشد؟ راشد المالي. ايه احس براشد ثاني، راشد الفارس مثلا. يعني يغني الحين راشد ماجد، ايش جطر راشد الفارس؟ اقول ترى راسي يعورني، وانتي وعدتني تجيبين لي كوفي، وين الكوفي حقي؟ شري ما طلبت شيء، وين تبين؟ شوفي شوفي هم هذا كيان، وقفي عند كيان، اليوم قهوتي من كيان، ابي اروق. اي والله على حسابي انت. يلا. ودي اتنكس على صوت راشد. الله جوي. هلا هلا هلا. اسمعي ذا السالفة، مرت من المرات زمان ذا الكلام، يوم كنت أدرس بالجامعة، واحدة من زميلاتي أطلعت من الجامعة من غير ما يدرون أهلها، المهم يصير لها حادث بالطريق، ودار أخوها، عاد أخوها واحدة نقشر. جت ثاني يوم من الجامعة اسحبت ملفها وما عاد شفنا وجهها. طيب وش تبين الحين من ذا السالفة؟ أسولف يعني ما أسولف أنا؟ إلا سولفي، بس سولفي سوالف تفتح النفس، إحنا تونا مروقين ونسمع راشد. هي ما يخالف، خلنا سولف، احكي لي اسمها تجارب الحياة اللي تصير، حنا في الطريق ورايحين بالجامعة وسولف. نيم فلايت وايت. هلا بوي، جاء في وقته والله. يصلح ما في ستيه. العافية عليكم. الله يعافيك. يلا يلا حركي حركي. السلام عليكم، صباح الخير. صباح النور. هذا بيت الأستاذ نوف؟ إيه نعم أختي، ليش؟ معك راشد من تطبيق توصيل، عندي طلبية باسم الأستاذ نوف. تمام، شكرا.
مين اللي عند الباب؟ الطلبية النوف. زين، ما عرفتي وش اللي في الكرتون ومن اللي يرسله؟ يقول هذه طلبية النوف، وهي كلها متعودة تطلب من هالمواقع اكسسوارات على أشياء للجوال على مكياج. شلون ما تعرفين؟ أنتي أم لازم تعرفين وش اللي يدخل البيت وش اللي يطلع منه. الدنيا يا حبيبتي ما فاضة. سايكو ما شاء الله يهبل، من وين لك؟ طلبته. شو المناسبة؟ ما في مناسبة، بس شفته في الموقع عجبني وطلبته. أنت الحين مكافأتك بالجامعة 800 ريال، من وين لت؟ عمتي تركت الصور بسيط مو بالماس، لازم تثنين علي فرحتي. شوفه يزعلت قلعت. ما عليك منها، خليها علي. شوف يا عامر، أنا غلط أني ما تزوجت يوم أني صغيرة، بداية عمري وزهرة شبابي، لين ما شطفني القطار شطف وبغى يفوتني. فالأخير صرت أقدم تنازلات وتزوجت واحد أي كلام. تزوجت الأول وتطلقت، وتزوجت الثاني وتطلقت، وتزوجت الثالث وتطلقت. ما شاء الله هاتريك. علشان كذا أبي نوف ما يصير فيها اللي صار فيني، أبي نزوجها من بدري. تكفى يا عامر. طب وش تبيني أسوي؟ أنزل إعلان بتويتر وقت مطلوب زوج؟ لا يا الخبل، المثل يقول أخطب البنت قبل لا تخطب لولدك. أنا فكرت وفكرت وفكرت، قلت نوف ما يصلح لها إلا صالح. صالح ولد عمي. النوف أختي أنا. ليش لا؟ الاثنين ذولي ما يجتمعون حتى بأحلام العصرية. شلون طرت على بالس؟ هي عادي وش فيها؟ خلنا نزوجهم، على الأقل هو نعرفه ونعرف أهله ونعرف وش يشتغل ونعرف أخلاقه. نزوجه واحد نعرفه أحسن مني ما نعرفه، وقريبنا بعد. ليش لا؟ نوف نوف أخيك ما غيره. وليش لا؟ وشو لا تتزوج واحدة من بعيد يمدحونها لك أهلك، ولما جت عندك بالبيت طلع الخافي. تزوج على المضمون يا بصروح. إيه بس أنا ما بعد كموت نفسي، والزواج يبيله دراه. يا ابن الحلال حنا شايلين رجال، وش فيك؟ أنا آخر من يدري، وعلى أساس قررتوا بدالي؟ حنا ما قررنا بدالك يا بنتي، حنا نقول إن صالح يبي يخطبك، وهو كلم عامر بالموضوع. يا الخبلة، ما أنت بلاقيت إن واحد نزيل من صالح ولد أخوي؟ ما شاء الله عليه مرجلة ووسامة وكريم، إلا إذا عاد في شيء ثاني في بالت. إيه في شيء ثاني في بالي. من هو اللي في بالت؟ في بالي أكمل دراستي بعدين أفكر بالزواج. إيه خلص خلص، حنا نشرط على صالح إنه يخليكي تكملين دراسة. إيه نشرط عليه، ما فيها شيء، كل البنات يدرسون ويتزوجون. عندك شروط يا ولدي يا صالح؟ ايه طول شعاره يا عم. ابد بسيطه، خل هذه علي. ايه بس اختي عندها شرطين، الشرط الاول تبي تكمل دراستها، والشرط الثاني تبي شهر العسل بالنرويج. وشو له النرويج وخساير؟ تبي تقص ظهر ولد اخوي، خالهم ياخذون لهم اسبوع في يبها ويرجعون، واهم شيء التوافيق. عز الله ان تصادق يا اخي، هذا الحاتي اللي يعتمد عليه. وانا من عندي ابى اخلي العرس بالبيت، وشو له التكاليف؟ والله يوفقنا وياه وتوفيق مبارك. بيض الله وجهك يا اخوي. ايه هذا الكلام السنع. عامر دق على الملك وخله يجي اليوم. الله يوفقك يا ولد اخوي. مبروك ولدي مبروك. الله يبارك بعمرك يا عم. الله يتمم عليك على خير يا ولدي. اللهم ميزك خير يا بيي. مبروك مصروح مبروك يا جميعا. ألف مبروك، عقبالكم إن شاء الله. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. الله يهنيكم ويسعدكم. مباركين عرس الاثنين ليلة ربيع، يا الله اجمع بين قلبينا. شلون ما تعرفين تطبخين؟ همس ما علمت الطبخ. أعرف أشياء بسيطة بس ما توصل كبسة حاشي. يعني أنا أعرف أطبخ وانتي لا؟
حلو، دامك تعرف كمل طبخات كجل. لا لا، طباخ عندك انا الا طباخ. مو بقصدي كذا، قصدي يا كمل طبختك ولا نطلب من مطعم. الحين هذا جزاي اطبخ لك وانفخلك، وهذا طبعت معي قوه نطلب من مطعم حتى طبختي ما نبي نكمله. روح المطعم اجل. يلا مشينا. كم مره قلت لك العبايه هذه لا اشوفها عليك؟ قلت ولا لا؟ الا بس انا اشوف عبايه الساتره ما فيها شيء. وقلت لك اني اغار عليك ولا بكل من هب ودب يشوف وجهك، والبسي نقاب، قلت ولا لا؟ ما تعودت البس نقاب، بعدين انا كذا اطلع ببيت اهالي عادي. هذاك ببيت ابوت، انت الحين ببيتي تلبسين عبات ونقاب مثل امي وامك، وغصب عليك. انه ما اتفقنا على كذا قبل الزواج، بعدين هذه مساحتي الشخصيه. يلا ايش ورانا، يلا نتفق. قوم البسي عبات للعالم والناس، ومساحك الشخصيه عند عامر وبوت. أنا الحمد لله شبعت، بقوم أغسل على بال ما تخلص أنت. لا زين قومين معت الحين، وشلون أكمل أكل أنا؟ لا كملك العاد، ما قلت شيء. تقومين تغسلين قبل يعني تتفشلين مع الناس أنت، ولا وش تبين؟ صالح لا تكبر المواضيع، أنا قلت بروح أغسل على بال ما تخلص أنت. انثبري بذلك أنا خلص ونقوم جميع. صالح عاد توديني بيت أهلي؟ إيش تبين بيت أهلك؟ هذا أنا رايحين لبيته. معليش بنام عندهم اليوم وأنت بكرة تعال خذني. يا مرة اسمعي الحاتي، الحين الليل ما هو وقت زيارات، مخ تبو شيء. صالح تكفى. لا حول قوة إلا بالله، تدرين عاد؟ أنا اللي أبي بيتكم، أبى أشوف وش تحلية معت. يمه وع وع، ما أقدر أتحمل أسلوبه مرة زفت، بس يهاوش، قسم بالله يا زين عامر عنده. ما عليه بنتي، أنتم توكم متزوجين، اصبري شوي وكل الأمور بتنحل. يمه مو مسألة فهم، هو أسلوبه مرة غريب ما يعرف يتعامل، تكفى نخليني عندكم اليوم، ما أبغى أرجع معه. عيب، وش ذا الكلام يا نوف؟ ترى مشاكل أول سنة زواج معروفة، وانتو توكم متزوجين. استهدي بالله يا بنتي، قومي اغسلي وجهك وانزلي لزوجك ورجعوا بيتكم، وبعدين كل المشاكل بإذن الله بتنحل. مريع ميمتي هذه ميح، ما تعرف شيئا أبد، لو بقعد أشري من هالمطاعم لين حضرتها تعرف تطبخ أبدت جنة. هذا غير شوفت النفس والعنطزة. ما عليه يا صالح، ما عليه، اصبر عليها شوي. نوف بنت أخوي من جيل ذا الوقت لا تعرف تطبخ ولا تعرف لسنع. بعدين بيني وبينك أمها حرمة الرفلة، ما ربتها على السنع من يومها صغيرة، ترى ما علمها الطبخ لنا. ما عليه، أصبر عليها شهر شهرين وتمشي معك سيدة. السلام عليكم، وشلونك يا صالح وش أخبارك؟ بخير يا خال، الله يطول لي عمرك. هاي نوف، خبيتي غراضك اللي تبينها من الغرفة؟ ها؟ إيه الله يوفقكم إن شاء الله، عاد أبيكم كل يوم تقرون أذكاركم، ترى عيون الناس ما ترحم. يلا خذ حرمتك روح للبيت، الله يوفقكم ان شاء الله. ان شاء الله يا عمه. مشينا يا نوف. الله يوفقكم وش نقول. الاول بس فن. كفو يا خوي. كفوك الطيب. واخرتها بننحد على شاي كفته. يا عيال صالح ما وحشكم؟ لو فقده. دقيقة دقيقة يا شباب، وقفوا اللعب، خلوا كفتة يصبصب الشاهي، لا يقعد يكبكب علينا. وش ذا؟ غسال ذا مو بشاهي. هذا الشاي اللي أعرف أصلحه، ما حد قال لك تزوج أختك لصالح وتحرمنا من الشاي حقه. لا تجيب طاري أختي على لسانك، تفهم ولا ما تفهم؟ أنا بروح أسوي الشاي يا عيال. من جد يا أخوان، صالح من يوم ما تزوج ما طب ولا عتب الاستراحة نهائية. عاده هو الحين في أهم مرحلة، مرحلة دق الخشوم والعين الحمراء، إذا قدر يعديها زين على زين، أما إذا عطاها وجه ودلعها عز الله بيلقب. تتوقع هو داق خشمها ولا هي مشيته على كيفها؟ ما ندري، إحنا عطيناها التوصيات والباقي عليه. روح الخويات اسمهنا روحه، بعدين الخويات ما بعد أعرسن، وش تبين بهن؟ الحين أنت ربت منزل، دورت صديقات معلسات ازيلت. صالح لا تعقد الامور، كتبت لهم وقلت لهم اني جايتهم، وبعدين ترى هم نفسهم صديقات اللي كنت اطلع معهم قبل، وابوي دايم يسمح لي. رجعنا لطاري، ابوي يسمح لي وابوي يسمح لي. ابوت على عيني وراسي، بس ابوت ما يدعن حركات هالبنات، هالتحرش والنمنم. بعدين عاد ارسل البنات الحين بالجروب، الرجل عيا علي. صالح لا تجيب طار صديقاتي بشيء ما يرضيني، تراهم بنات ناس ونعم. لا لا، علمينا الصح من الغلط. علمينا شلون احاتي. أنا أقول اللي أبي وأنت تقولين سم وأبشر يا مرة.
وخر يدك وتعود من الشيطان. متعود من الشيطان قبل اشوف وجهك. علي بالطلاق لو تكرر الموضوع ذا مو بزيلت. جبت طاري طلاق عشان قلت لك بطلع مع اصدقائي؟ لا، عشان رفعت الصوت والمراده تقلت الحياه ودهلت معي في ربونت وجادعينت علي. انا عارف اسنعت. عاد الحين نوف وصالح قضيت منهم وزوجتهم، الدور على عامر اتهجم من خطب له. قبل تفكرين من تخطبين له خليه يقتنع انه يعقل ويركد ويفكر انه يستقر ويتزوج. اسف، الجبناء يزوجون عماتهم، اما انا بتزوج عن حب. هلا الحب لهلا، عشان القى واحدة ترضى فيك. امحق حب، خلي الحب ينفعك. ايه هذول اللي تكون على المسلسلات اخر الليل. انا مين؟ انا مين؟ وش فيك يا بنتي؟ بسم الله عليكي. انا بنتكم اللي واحد مجبورين عليها. انا اخر عمري يقول لي واحد اهلك تذابينك علي؟ صالح اليوم مد يده علي. انا كنت معززه مكرمه ببيت اهلي، اخرتي يهيني ويهينكم. ما يخاس له، ما هو بكفو، واللي يمد يده عليه سوالا ابوس اكسرها له. توك تتكلم يبا بعد ما سويت عمتي اللي تبيه؟ وانا وش دخلني انا؟ وش دخلك؟ انا والله ما عاد ارجع اقعد عنده ولا دقيقه. وهذه باروكته؟ انا اوريك صالح. خلون ساكت بس، يا حظكم يا معشر هاعزوبية. أقول هد بس تكفى، تونا مغسلين يدينا من عشا زواجك، لا تعيش دور الحمولة. بكرة بيجينا ويعطينا تقارير أسعار الحليب والسكر والرز والجو الفكك ده. قوم صلح شاهي، لا تسوي فيها كبير، شاهي حقك ما نستغني عنه. دقيقة يا كفتة، احنا عندنا موضوع أكبر من الشاي حقك. صالح، تنصحنا بالزواج ولا لا؟ صالح تعال بيك، تعال. أنا يوم عطيتك أختي كنت أبيها الولد عمها اللي مستحيل يأبيها ولا يهينها. ليش تطيح وجهي وتقول لها الكلمتين؟ ليش؟ تمد يدك عليها بعد؟ علاقتي بنوف علاقة خاصة بيني أنا وياه، أنت مالك دخل بيناتنا. الحريم يبي لهم معاملة خاصة، يبي لهم شكم. أنت ما تستاهل ظفر نوف، ظفرها. عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دائما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دائما للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. خاطري طلب ودي أطلبه منك. إلا الجوال، العام شاري لي الجوال الجديد، سنة خربان أعطي عام يصلح. لا مو هو بجوال، ودي أعتمر. آخر مرة اعتمرنا من 6 سنين. يا سبحان الله، أنا لي يومين نهوجس بالعمرة، وين نوف تحجز لنا؟ يبا حتى أنا بروح معكم. هالحين وقت دراسة وأنا أبوك.
إلى جت العطلة يصير خير إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير لأحلى أم وأب الدنيا. السلام. أقول يمه أبيك تودي جوالي للمصلح ما يشتغل. أبشر بعزس ما طلبتي شيء يمه. تامريني بشيء ثاني يمه؟ سلامتك. تامري بشيء يبا؟ شكرا ما تقصر أولدي. أقول والله ما تغطى بزمزمية زين. الأول بس حكم شك جبهات حكيم حكمك بدق خشمة بدر عليك يا ورع جلدهم. أقول يا شباب من بيخاوني الملعب بكرة؟ أنا وأنا يعني أصفط لي أنا وياكم ثلاث تذاكر. عفا عليك اليوم بجدهم بالبلوت وبكرة بنجلدهم بالملعب. عز يا ملال عز ورقة يلا تبي ربع لك بعد تبطي والله أرخم ملعب هاص. ما لقيت أي حجز لا درجة ضيافة ولا درجة أولى. أقرب حجز مؤكد بعد أسبوع والتذكرة الواحدة 4000. الله 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 أنا وموسى ما تلعب؟ لا والله نركب سيارتنا ونروح على طريق البر نمشي على هون ونتفرج وناخذ عمره ونرجع بالسلامة إن شاء الله. زين أجل خلوا عامر يوديكم ما عنده لا شغل ولا مشغلة. شورن طيب أجل أجهز شنط. السلام عليكم. عليكم السلام. جاوبك الله يا ولدي. نبيك باسر الصبح إن شاء الله تودينا أنا وأمك نأخذ عمره وترجعنا بالسلام. أم عاد بكرة. إيه باسر وش عندك؟ لا بس قصيت تذاكر مباراة الهلال وموعد العيال بنروح نشوفها هناك. ورا ما علمتوني. وش نعلمك؟ من أنت عشان نسألك ونأخذ منك رأي. لا لا يبا ما أقصد بس خلوها بعد بكرة ولا بعدها. خير إن شاء الله. وديت جوالي للصيانة؟ أوه يا الله نسيته يمه. والله إني دارية ما مك فايدة لو إنه جوالك كان ما نسيته. إيه نسيت جوال أمك والتذاكر ما نسيت. وش فيها يبا يعني الواحد ما ينسى. خلاص بكرة صلحه. أنت ما منك رجع كل ما ضرب منك شيء جوابك بسنة. كيف ما مني رجع وأنا اللي ودي وأجيب هذا جزاتي يبا. أها ترفع صوتك علي بعد. أنت غبي؟ ليش نسيت صلح جوال أمي؟ أقول اسكتي لا حتحرتي كلها فيكي. شوفي يا معامل لا يضيق صدرك ولا شيء. جهزي شنطتك وأغراضك وبكرة إن شاء الله الصبح وتوجهيني لمك. لا يا أبو عامر الطريق طويل وتعب عليك. نخليها مرة ثانية نشوف لنا تذاكر أرخص ونروح طيارة. أنا قلت بكرة نمشي يعني بكرة نمشي. تراني بعد شبابي ولا عند الشك فيني. خذي وانا بوت هذه دراه اصرفوا منها لمنج وانتبهوا لنفسكم. الله يطول بعمرك يبا ما قصرت توصلهم بالسلامة. الله يسلمك بس ها ما وصيكي على أخوك سليمان وذكري الثور اللي نايم فوق يودي جوالي للمصلح. الله يهديه ويسامحه ما معنى إلا جوال أبوك. يا بنت الحلال جوال واحد يكفينا. ولا تنسون تدعوا لي في الاختبارات. أكيد بدعي لك يا أمي أكيد وإن شاء الله المرة الجاية تكون معنا وتدعي لنفسك قدام الكعبة. أخص طالبين بيتزا. وين أبوي أمي؟ راحوا. وين راحوا؟ وينترلاند. استهبل يا بزر يعني وين راحوا؟ راحوا مكة يعتمروا. هي صح. جوال أمي مقفل. شكلك توك ما صح صح يا حبيبي. نسيت أنك ما راح تصلح جوال أمي وأنها زعلانة عليك. إيه ترى أمي قالت ذكري الثور اللي نايم فوق يصلح جوالي وترى صديقتي اليوم بتجي لا تدرعم. ماني بفضيلس لا أنت ولا صديقتس عندي مباراة الزعيم اليوم. أحسن أنت. نعم مشيت ويبا أجل نحتريك. إيه مشينا. إيه بس أنا كنت بقول لكم يعني بطمن أقول يعني. أمان الله خلني أنتبه للطريق لا يصورني ساهر. سمسم أبشر.
الوالد زبد له. لا تضحك لا الحين انا اصف. لا تضحك لا تضحكين. اصب لك قهوه طول الطريق علشان ما تنعس. ماني بنعس، وان حسيت بنعاس صبت على جنب اخذت القهوه. ادري بتعلمني فيك. اخر مره رحنا الجنوب خذنا في الطريق يومين لانك كل شويه تصفط على جنب وتاخذ لك قهوه. المهم نوصل بالسلامه ان شاء الله. يلا 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 عطى مريقة عطى مريقة. يا سلام عليك. يلا روح يلا. الله عليك. تضيع دي يا اخي يدفنا صح. طيب وعامر تذكر يوم اول ما تزوجنا بعدها بسنة وديتني عمرة ويوم رجعنا كشتنا في الطايف. وسوينا غدا وحرقتي. حطيتها فيني. ترى كنت اللي كنت طابخ مو بنا ولا نسيت. وي وي انتبه يا عامر. يا بطل يا بطل. ويا هلال عزك عزنا. يا هلال. يا هلال عزك عزنا. يا هلال. يا بطل قارة آسيا. يا هلال. يا هلال. الله يرحمهم ويغفر لهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. آيفون. حتى الحوادث تسرق منها يا وسخ. يا ابوي آيفون آيفون يجيب لنا مبلغ طيب. ما تخلي حركاتك، هذا جوا الناس ميتين يا ابو قلبك. يا ابوي ما زرفته انا بيزرفه غيري. حبيبي نبيعه تقاسم المبلغ ونجيب شيء يسند رؤوسنا. ايه والله انك مجرم. نوف نوف يا حبيبتي لا تشغلين بالك، يمكن نزلوا يشترون حاجة أو يصلون. بنتي نوف بنتهم تتصل. يبلغهم على الأقل. إي والله أنك صادق. خلني أكسب أجر وأبري ذمتي وأرسل لهم رسالة. صح عليك. هلا نوف. من انت؟ هلا هلا ريم. مش عندس؟ عامر وصلتنا رسالة من جوال ابوك ومكتوب فيها انه صار عليهم حادث وماتوا. لا!
عامر 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 وش بك حسن ماشر؟ أبوي وأمي صار لهم حادث ومات. وش فيها هيبة يعني الواحد ما ينسى؟ خلاص بكرة صلحة. أنت ما منك رجع، كل ما طلب منك شيء جوابك بسنة. كيف ما مني رجع وأنا اللي ودي وأجيب؟ هذا جزاتي يبا. أها ترفع صوتك علي بعد؟ ابكى الله يبكي الحلال يا عامر، ابكى الله. الله يخليك، الله يخليك تحمل وخليك جبل. قدر الله ما شاء فعل. شوك أرجوك يا عامر ما تدخل على أخوانك وأنت كذا، أنت الكبير ولازم تهديهم. الله يخليك. لو فيك شيء؟ طب عامر في شيء؟ أبوي وأمي فيهم شيء؟ نوف أكلمك، نوف، نوف أكلمك يا نوف، نوف أبوي وأمي فيهم شيء، نوف، نوف أبوي وأمي مش فيهم، نوف، نوف، نوف رد علي أكلمك، نوف، نوف أبوي وأمي مش فيهم، نوف. عمر أبوي وأمي فيهم شيء؟ عامر أدمك ورد علي. أبوي وأمي راحوا للي أرحم مني ومنك. لا لا شوف يا صالح، أنا وعامل رايحين المستشفى عشان نخلص إجراءات الدفن. أنت خلك هنا في بيت عمك، سليمان واخته أكيد محتاجين أحد يكون معاهم. إن شاء الله. شد حيلك يلا. إن شاء الله. يلا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة.
تعال للبيت. يا الله انك تلطفينا، يا الله انك تسلمهم. اللهم امين، اللهم امين. الله يرحمهم ويغفر لهم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ورجعت لمكان الحادثة دور جوالي ما لقيته، قلت لهم عامر خيره ارجع للرياض. رجعنا للرياض وشرينا جوال وطلعنا شريحه بدل فاقد. ما دريت وصار فيني يوم ما عندي غاب صوتك، ما دريت وصار فيني يوم ما عندي غاب صوتي. ورحت أضمك صورة عندي، على الأقل أسمع سكوتي.